ورد في لسان العرب لابن منظور: نمنم الشيء نمنمه، أي رقشه وزخرفه. وجاء في الرائد: المنمنمة تصويرة دقيقة في صفحة أو بعضها من كتاب مخطوط. المنمنمات الإسلامية لوحات صغيرة مرسومة على الورق، تكون غالبا رسوما توضيحية ضمن كتاب أو مخطوط، وأحيانا أعمالا فنية منفردة. يخلط البعض بين فن المنمنمات وفن تزويق المخطوطات، ورغم التشابه كل منهما فن مستقل بذاته. ليست المنمنمات زينة أو تزويقا زخرفية يرافق نصوص الحكايات دون اتصال بالنص مثل التذهيب والحليات، بل هي لوحات تعرض المعنى المكتوب بشكل مرئي. مصغرة نعم، لكنها مشاهد دقيقة ثرية من حيث العناصر الفنية. تتكامل فيها الألوان والأشكال والخطوط لتصوير الشخصيات والمكان. يجد فيها القارئ ترسيدا مفصلا لتطور أحداث الحكاية أو توثيقا لمحتوى النص. من أبرز رسام المنمنمات العالم المهندس بديع الزمان الجزري. كتاب في معرفة الحيل الهندسية من أهم مؤلفاته العلمية، وهو من رسم بنفسه المنمنمات المرافقة لشرح محتواه. الرسام والخطاط يحيى بن محمود الواسطي المتخصص في المنمنمات من مؤسسي مدرسة بغداد للتصوير، وأشهر أعماله نسخة العام 1237 للميلاد من كتاب مقامات الحريري. الرسام كمال الدين بهزاد رئيس الورشات الملكية في هراء وتبريز في العهدين التيموري والصفدي، ويعد علامة في فن المنمنمات لما بلغته أعماله من واقعية ودقة وعناية بالتفاصيل. استفاد فن المنمنمات من ظهور صناعة الورق وانفتاح المسلمين على حضارات بلاد فارس والهند والصين، تطور تدريجيا وبات ينقسم إلى مدارس لكل خصوصيتها. الفنون الإسلامية انعكاس لثراء الحضارة الإسلامية وتنوعها، والمنمنمات من أعرقها وأجملها.